فاروح للكابتن فؤاد اقول له هيحصل كذا كذا من فلان الفلاني. فؤاد يروح له وبطريق غير مباشر يتكلم معاه في الموضوع ويوجهه التوجيه السليم. فاحنا كاسره مش كعزه تبروز، لا كاسره، فؤاد وحازم ودكوتي، كنا كل مشاكلنا بنقعد ونقولها ونحلها حتى النواحي الفنيه. يعني انت عارف العقد بتاع دكوتي هو المسؤول الفني الاول والاخير عن الفريق. ومع هذا احنا بعد فتره والثقه جت، كان بيعتمد على فؤاد وانا في ان احنا نوجهه نقول له بعض الامور او التصرفات كان بناء عليها بياخد قرار اللعيب يلعب او ما يلعبش. فدي نتيجه الثقه مش نتيجه قانون. ودي انا بعتبره ان هو انسان ذكي، جربك مره واثنين ولقى كلامك بيبقى صح فبيعتمد ياخد كلامك قضيه مسلمه. وانت كمان لازم تكون امين، مفيش حاجه بقى انا ضد لاعب او موقف لاعب، لان كلهم ابنائي كلهم اخواتي الصغيرين. وزي ما قلت ما كنتش اعمل اي اجراء اداري الا ما بقعد مع فؤاد وهديكوتي وحازم معانا ونقول اه ده هو السليم اوكي يتنفس. اذكر ان اللعيبه بالرغم من صغر سنها، وزي ما قلت قبل كده ان انا وثقت من بعض التصرفات ان الفرقه بقت يد واحده وعارفين المسؤوليه، يعني مقدرين المسؤوليه، كان بيدينا قوه اكتر كجهاز ان احنا كان عندنا مجموعه من اللاعبين الاحتياطي قاعدين بره على الدكه يتمنى